بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، أنا ممكن أستخدم برضو مسألة الأيكونز في موضوع البادج بتاعي عشان يبقى البادجز دي جوا منها أيكونز معينة، بنفس الطريقة اللي أنا كنت متعلم إزاي أدرج بيها الأيكون المرة اللي فاتت ما بين وسم الأي اللي أساسا ما بيتحطش فيه أي حاجة من جوا غير إني ببتدي أعمل له الكلاس المميز الخاص بيه هو. يعني انا مش بكتب فيه حاجه لان الكلاس ده هو اللي هيحط لي الحاجه دي، فانا هبتدي اروح للصفحه بتاعت الايكونز بتاعي بشوف انا عايز مثلا انه كلاس ملائم ليا. المفروض انا هاخد الكلاس اللي هو كان خاص بالميل ديت مثلا، انا هاخده واحطه جوه هنا بكنترول في مثلا، تمام، وهبتدي اعمل كنترول اس. ولو رحت للموقع بتاعي هنلاقي ان ديت بتحط فيه الصورة بتاعت الميل، وهكذا نفس السيناريو. كل الفكرة ان حضرتك لما بتيجي بتحاول بتكون عايز كومبوننت معين تشوف الايكونز بتاعته ايه، وتبتدي تحط الكود بتاعها. طالما رابط مكتبة الايكونز بتاعتك بملف الستايل شيت اللي حضرتك بتحاول تعدل عليه يعني، او ايه ملف الفاونديشن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.